بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 140 بعد 100. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلقه وخاتم رسله ومن سار على نهجه تمسك بسنته، وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواصلاً الحديث عن أن التوحيد هو أصل الدين ومحور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به المشركين من كان مشركاً في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال تعالى: والصافات صفا، إلى قوله: إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طاسيم ميم وآل حاميم وآل ألف لام ميم راء وآل ألف لام راء وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين. حتى في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر، وهما متضمنتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبروه أن الله يحبه. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات. لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي تستلزم مدحاً لا ثبوت كمال، التي لا تستلزم مدحاً ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوونهم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويسوون المخلوقات برب العالمين. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز
والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. والله سبحانه قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين: فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم، لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب. ومعلوم أن ذلك أكمل. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل إليه ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل، وهو أعلاه وأشرفه. قد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، إلى قوله: أجر عظيم. والنصوص في فضل الجهاد وأهله كثيرة. قد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية. قال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. هذا وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.